لأكثر التفاصيل ينضم إلينا موفد الجزائر الدولية إلى مدريد بالقاسم عيشاوي. أهلا بك، كيف تبدو المواقف السياسية بخصوص النتائج الأولية لتشريعات الأحد؟ ثم هل هناك أصداء بشأن شروع الأحزاب اليمينية واليسارية في مشاورات لتشكيل الحكومة؟ تفضل بالقاسم. نعم زميلي حمزة، كنا بالأمس من العاصمة مدريد، عشنا أجواء الفرز الأصوات التي كانت الغلبة فيها إلى الحزب الاشتراكي بقيادة زعيم المعارضة ألبرتو فيخونونياث في الانتخاب التشريعية التي دعا إليها رئيس زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز رئيس الوزراء المنتهية ولايته. هذه الانتخابات النتائج الأولية أظهرت تقدم أو فوز حزب الاشتراكيين ب 130 مقعد في البرلمان، أي بأكثر ب 37 مقعد بالمقارنة بالانتخابات الماضية، حيث قالت أيضا أو يليه في المرتبة الثانية حزب الاشتراكيون ب 122 مقعدا، لكن لم هذا المجموع لا يرتقي إلى 150 مقعد لكي يستطيع حزب الشعب حصد مكانته في هذه الانتخابات. أيضا في ألقى بعد فرز الأصوات ألبرتو فيخونونياث زعيم المعارضة اليمينية كلمة للشعب الإسباني، وقال أنه مستعد لتكوين حكومته مع حليفه المحتمل الوحيد من اليمين المتطرف فوكس. وبالموازاة سارع رئيس الاشتراكيين بيدرو سانشيز إلى التأكيد أنه حد من مكاسب المعارضة اليمينية وأنها هزمت في هذه الاستحقاق. أيضا في الارتقاب أو الصحافة الإسبانية صباح اليوم تكلمت على احتمالية فوز سانشيز نظرا للأحزاب أو تحالفه الائتلاف مع الأحزاب الصغيرة كأحزاب الكتالونية والباسكية التي تضع شروط أيضا في هذه في هذا الاستحقاق، حيث قال كبين أوبي الحزب الوطني الباسكي أو أن نذكر على سبيل المثال كواليسيون كاناريا أو جونس بير كاتالونيا الذي يسعى إلى المراهنة على الحزب الذي يشكل الحكومة الأغلبية السحقة في هذه الحكومة. يجدر أن نذكر أن هذه الأحزاب اليسارية وهذه الأحزاب الصغيرة بالنسبة لها إليها أن فوكس هو خط أحمر. خط أحمر لماذا؟ لأنه من اليمين المتطرف، يعني نعم أنه سوف تكون حظوظ قليلة في الائتلاف مع البيبي نكتفي مع بهذا القدر الشعب بالقاس. الإسباني إذن سوف تكون الرهانات عسيرة، مفاوضات عسيرة ورهان كبير، والأحزاب الصغيرة سوف تكون لها كلمة في هذا في تشكيل هذه الحكومة في الساعات أو الأيام المقبلة. نعم موفد قناة الجزائر الدولية إلى مدريد بالقاسم عيشاوي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من هناك.